السلام عليكم شباب، معاكم the only your favorite youtuber مايوبا. طبعا شباب مقطع اليوم راح اجيب لكم افضل مود في اللعبة، مود جديد طبعا، وهو حرفيا المود المضاد لكل الكامبرز، بتتخلص من كل الكامبرز. اسم المود هو كرانك. طبعا المود كيف بصير، هو تيم ديث ماتش بس لحد 150 نقطة مش 75، وبصير فيه اذا جبت كل بصير عندك زيادة في السرعة لمدة 30 ثانية. طبعا زيادة السرعة هاي بتخليك اقوى من البقية، بس اذا خلصت ال 30 ثانية وانت مش جايب كمان كل بتتفجر فيك القنبلة وبتموت. طبعا اذا جبت كل وانت في ال 30 ثانية بتنحسب عن كلين، عشان هيك يعني 150 كل مش 75. طبعا حسب خبرتي الطويلة في هذا المود اللي هي عبارة عن ساعة واحدة، اكتشفت انه احسن ثلاث لود اوتس لهذا يعني لهذا المود هما: اول اشي البي 90. طبعا مش البي 90 بالتحديد، قصدي في البي 90 هو حرفيا اي اس ام جي، بس انا بفضل البي 90. الاشي الثاني طبعا واللي هو السكين، يس السكين خرافية بشكل مش طبيعي في المود. والشيء الثالث اللي هو الشوتجن. فأنا أول شيء راح ألعب بالشوتجن في البي 90 وراح أختمها بالسكين عشان تشوفوا مهارة السكين العالية. أوكي؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ تخافوش أنا موجود معكم، طلع معي سلاح ذهبي. هذا مع ذهبي، هذا مع ذهبي، خلاص نيفر مايند. الوات ايش بيحكوا؟ في شيء مكتوب: العدو او سنحرق البلاد، خشونا احشونا. وات احشونا؟ اوكي اخشونا مش احشونا، انا حمار. اوكي شباب، هذا 100% هذا نفس الجيم الاول، هذا اول جيم طبعا، انا ما خبصتش في الجيم وفي الشكته. وات ان ذا هيل؟ اوه لا 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 ووف. اوكي ريجاردلس، بحتاج ناس هسه، انا راح تتفجر في القنبلة، بحتاج ناس القنبلة راح تتفجر. اوه لا اوكي تمام مش مشكلة. اوف هذا ما بجنن. وات ان ذا هيل، بقدر اسوي هيك؟ بحسبوها كرانكت؟ اوه بحسبوها. اوكي ينعن شت، ريلاكس يا رجل. اوكي حلو كرانكت. شايفين كيف الجيم بيكون حماس؟ كله بركض على كله، فيش كامبرز، الكل بيتحرك، هذا الحلو فيه هذا المود. بس هذا المود بجنن على فكرة، اظن هاي ثاني مرة بلعب، بس اول مرة فكرته بيخزي، بس شايف جاي حلو كثير. وات وين العدو؟ اوه لا 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 هسه لسه جبته. ووف اوكي، وترى لا اتحرك بسرعة. لا يا بي الطيارة، معينا هاي الاشياء بس ما بقدرش استعملها في الماب. اوين عن شت. اولى يا رب يا رب تنزل عليها بسرعه، يا رب يا رب اجيب كلات. اوه جبت كل، ثلاث كلات، صرت كرانكت. اوكي شت، لازم اوصل بسرعه. وش 10 ثواني بدي واحد بسرعه. لا ما ماتش. يس اوه جاد. اوكي اوه يس شت، حاولت يا جماعة حاولت بس خلص معليش معليش. هذا انا راح اكون، تحكيش انا. تبان. اوكي وين العداء هسه؟ راح تشوفوا الويل. لا اوكي لا مقدر يمسكني تبان. اوكي شايفين السرعة؟ شايفين السرعة؟ اوكي اخيرا. اوكي كرانكت يلا. هلا اذا ملكتش اعداء راح اكل هوا، لازم الاقي اعداء هلا. تعال هيو اوكي تمام. شايفين مع السرعة؟ عشان السرعة بتقدر تجيبه، لو فيش سرعة كان قتلني فيها هالحركة. شو بتسوي فيه؟ كيف وصلت فوق اصلا؟ وات كيف وصل فوق؟ الناس بتقدر يوصلوا فوق؟ كيف؟ اوكي وراي
وراي يا حثالة الكلب. كل جي جي. لا اوكي اوكي بعرف بعرف اني جبت السرعة بس اقدرش. اوه واو مسعود فجرت السيارة كلها. تعال بليز. يس 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 يس. تعرف ديد سايلنس. اوكي اوكي وات وات راح الف من ورا. راح اغدرك غدر. راح اغدرك حرفيا. راح اغدرك. راح الف في الدنيا. راح اغدرك. يور ديد. يور ديد بويا. ياس انتقمت. حكيت لك راح اغدرك. ديد سايلنس. اوكي ديد سايلنس مع السرعه. طلع السرعه. طلع السرعه. شفت السرعه كيف زي الماتريكس كنت بتجنب الرصاص. اه هذا عدو. لا هم في سبوننا. هم قاعدين في سبوننا. ليه بترسبلوني؟ هان هم هان. حيوان حيوان. هلا راح يطلع لي واحد من هان. طبعا يعني طبعا طبعا يعني حاشرين مع حشرة حشرة الكلاب وبرسبوننا في نفس المنطقة. ايش هذا الرسبون الخ. لا مش خليني اعمل ليف حتى بدون يعني اشوف الفاينل كل. مضطر اشوف حالي بموت. اوكي اوكي ريلاكس ريلاكس الوضع. اوكي الوضع ريلاكس. هلا راح ندخل في جيم ثاني افرتيكول بي 90. اوكي الوضع ريلاكس. اوكي تمام تمام. اخ يا ديم محمد نفس الماب. اوكي يعني تحسن واضح من بدايه الجيم لانه فيش 16 واحد حاشرين في زاويه. فيتو طياره. جاب طياره اوريدي. يا اوكي. اه يو بيس اوف شيت. كنت بسوي الاشي. اه طبعا تتعلم يا كلب. مس وذ ذا بيست داي وذ داي لايك ذا ريست. اه قد ايه انا كرنج. يا مس وذ ذا بي. اه لا تعرف ما راح احكيها كمان مره من واحد ولا بموت بموت. هو بينك بينك. هو بينك الوضع. بينك بينك. واضح انه بينك. واضح انها بينك. سرق كلي. واضح انها بينك مره. خلص مشت عليه عشان اكتله. اوكي بينك واضح انها. اوكي بكفي بينك مسعود خلص استعملتها كثير. يا بويا عشان تتعلم. انا هيك بخرج من حيث لا تعلم زي النينجا. اوكي اوكي كلين زي النينجا. اوكي انا كمان واحد. يلا كمان واحد. أنا توقعت أضبط في السكين مش أضبط في البي 90. توقعت أضبط في الشوت جن مش في البي 90. إيش قاعد بصير؟ أوكي شايفين كيف قدرت ألف حوالينه؟ هذا بفضل السرعة والمهارة العالية. أوكي خلص رصاصي. هاي بتزيدني رصاص؟ ها لا! أوكي خلص رصاصي. شو أسوي بعد هاي؟ واو إيش قاعد بصير؟ رصاص راح يخلص يا قاب. أوكي في شيء غلط قاعد بصير. اوكي طلع كيف بنزل زي الكندره هذا السي مارتي. اوكي كيف نقدر نسرقها نقدر نسرقها. لحظه لحظه نقدر نسرقها. فوق المبنى كيف تطلع فوق؟ كيف تطلع فوق؟ في درج؟ كيف تطلع فوق؟ اهان؟ اوه اه يا حثاله هيك تطلع فوق. بس ايش وقعتها؟ طلع من وقعها الغبي. كيس جوافه قسم بالله. الواحد بيسوي هيك وهيك. لا تنزليش تحت. اه يا غبي. تعرف راح اضل هان. اه بقدرش اضل هان. اوكي. تخش باكجي لا العن. يا بسرعه يا عيال انا راح اموت. راح اموت شباب. شباب شباب. اوكي سلامات. اه يا هو يعني هو لا يعني انت مش لعيب اوكي؟ اسلوبك معروف. بتكون ماشي تروح تنزل تحت. اوكي؟ هذا هو بتسويه. هذا هذه قصتك. يعني انت اللي بسموك الون تريك بوني اوكي يعني هو انا محترف. انا لما اشوف واحد بروح بنزل بطخ خرب. طيب شو اقصد المقطع هذا هو كان احسن مود في اللعبه مود خلينا الكامب. اذا عجبكم المقطع نشوف تشوفوا كمان منه مع مقاطع خرافيه ثانيه. لا تحطوا لايك واشتراك وسوكا معكم ايوفو. السلام عليكم.